صرح استشفائي في طور الإنجاز يتسع لستين سرير يحتوي على مختلف الأجنحة والتخصصات الطبية والجراحية، سيعمل على ترقية الصحة العمومية وإنهاء معاناة المرضى والأطباء في ولاية إنجزام الحدودية. وبالنسبة للمستشفى الجديد 60 سرير راح ينقص ضغط كبير على المؤسسة اللي تعتبر وحيدة على مستوى إنجزام من المؤسسة العمومية للجوارية الصحة الجوارية. ماذا بينا يتفتح في أقرب الوقت، لأن علاش هنا نحن نفس بيت العيادة هذه الصحة الجوارية، الحمد لله يا رب العالمين، شحال من سنة راهي شادة. علينا الضغط أولا التحاليل ما كانش، الراديو مرة يمشي مرة ما كانش، الاختصاصيين ما كانش. ونحن هنا يعني كمؤسسة عمومية للصحة الجوارية نستوعب حوالي 50,000 نسمة. 50,000 نسمة، يعني هاد الستين سرير هاد يعني راح تعاوننا بزاف في هاد القطاع. تاني حاجة راح تنقص علينا ليزيفاكياسيون اللي قاعدين نبعثوا فيهم احنا لتامن راس، مسافة تقريبا 400 كيلو، ال 60 سرير هذه ضرورة من الضرورات القصوى في عين جزام. أشغال الإنجاز يتابعه السيد والي الولاية عن كثب بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة سير الأشغال. عندنا في ولاية عين جزام زوج مستشفيات، واحد في عين جزام، واحد في تين زلاطين، عندهم نفس يعني تقريبا نفس الغلاف المالي. الغلاف المالي المرصود هو زوج بلاير و270 مليون دينار جزائري. كل الاختصاصات راح نلقاهم في هذه المؤسسات الاستشفائيه. موعد التسليم في السداسي الثاني ل 2022. أربع مقاولات متخصصة في مجالات مختلفة تسهر على مواصلة الأشغال بالمواصفات التقنية المطلوبة.